برعاية مديرية المسارح والموسيقى أقيم حفل للفنان رواد عبد المسيح ضمن قصر العظم بدمشق. هي الحفلة اليوم لرواد عبد المسيح، نحن من فرقة مشاركين، أنا رفي فائز عازف كتاب الفرقة، والقطع هي عبارة عن قطع من تأليف رواد، وقطع معروفة، أغاني معروفة عربية، لكن منعاد توزيع بأسلوب جديد وبأسلوب غربي أكثر، وإن شاء الله يكون ظريف، نال إعجابكم. كل سنة أو سنتين بحاول أعمل حفلة أقدم فيها الموسيقى يعني اللي ألفتها أو وزعتها. الحقيقة أنا تواصلت مع المديرية على أساس إنه أحجز القصر، بعدين عرضوا علي إنه يرعوا الحفلة. يعني أنا بالنقاش مع أصدقائي بالفرقة يعني حسينا إنه قصر عظم ممكن بيناسب هذا الشيء أكثر الكل، وهو كمكان قديم يعني انا حبيت انه اعزف فيه لاول مره. يعني في عمل جديد رح يغني معي وقت بكره اصدره بعد شي شهر، غني باسم كذبوا الاجداد، هي كتبتها انا والفتها عن الكلمات عن صراع البقاء او الهجره، هي غنيه شوي سوداويه يعني.